انا شخصيا ما اعتبروش انه حظ هو اللي معاك سلوسيكا، بكثر ما تعتبروا انه خصنا نزيدو نجتهدوا اكثر، لانه الا جينا نديرو تقييم شامل لسبعه ديال المباريات اللي تلعبات لحد الساعه، فغادي نلقاو واحد ثلاثه ديال المباريات اللي كنا اكثر تركيز فيهم واللي كنا مزيانين، باقي المباريات كنا دزنا فيهم بمراحل اللي يمكن واحد الوقت تشوف تيبان لك بحال فريق ما تيدربش، بحال فريق ديال الزنقه كي تنقولوا بالدارجه هكا ديريكتومون بلا ما نبقاو نخبيو الامور. هادشي حنا خدامين تنقادو فيه تنصلحوه، ولكن اللي تيخليه انه تيبان كبير وتيبان مشكل هو النتائج. ملي تكون النتائج تتزيد تتعاكسك، تنظر انه جوج مباريات خارج ميدان اللي كانوا في الاخر، لو مباراه ديال يوسف ياس برشيد كان غير لو روندمون مزيان ما كناش غادي نشكوا في القدرات ديال الفريق، لانه مباراه تجيش ولو انه نهزمنا الا انه كان الفريق تنافسي وكانوا اللاعبين المركزين، عكس مباراة ديال يوسف ياس برشيد اللي تقريبا واحد نص ساعه الاولى اللي كنا في المستوى، من بعد ما استقبلنا الهدف فعاود رجعنا لديك المرحله ديال انه ولا الشك في القدرات التقنيه ديال اللعابه ولا الثقه تفقدات في المجموعه، هذا اللي تيخلينا انه تنبانو نوعا ما منظمينش. ولكن هذا الشيء انا عارفه وانا خدام فيه باش نتغلب عليه بسرعه، لانه خصنا نحققوا نتائج اكيد الفريق يظهر بديك القوه، غير هو ماشي ما نقولش انه هذا الشيء وليد اللحظه، لانه كاين تراكمات اللي خلات انه يمكن واحد الطاقه سلبيه، لان نكون شويه فلسفي معك، طاقه سلبيه وسط المجموعه، هذه الطاقه السلبيه حنا مضاربين باش نحيدوها، لانه فريق لوسيكا عاش تقريبا واحد اربع سنوات الاخيره دائما في ديك الجاذبيه ديال النتائج السلبيه وديال اخر سبورات الترتيب، وبحال لا ولا هذا الشيء ولف. نعم اوتوماتيزم خصنا نتخلصوا منه، حنا خدامين فيه لهذا. فشخصيا انا مرتاح العمل اللي تنقوم به، لانه تيبان ليا الامور اللي باغي نوصل لها غادي نوصل لها تدريجيا وغادي تكون لوسيكا احسن، ولكن كجمهور لا، لانه جمهور متخوف ملي تشوف الفريق ديالو تينهزم وتشوف الفريق ديالو ما تيديرش نتائج ايجابيه الا انه تيصبح متخوف على المصير ديالو. انا من هنا من المنبر ديالكم تنوعد الجمهور انه ما يخافش، لانه راه داك الشيء اللي باغي نوصلوا ليه غادي نوصلوا ليه، وراه العمل غادي، وتنظن انه المباراه المقبله مع النهضه البركانيه غادي تعطي صوره على نوع ما الشخصيه ديال الفريق اللي غتولي، لانه تغيير شخصيه الفريق راه ماشي بشي سهل، لانه حنا مثلا دابا لوسيكا ماشي حنا جينا غادي نبدلوا واحد اللعابه وغادي نلعب، خصنا نبدلوا الشخصيه ديال لوسيكا، لوسيكا خص يكون واحد الفريق اللي يصبح اللاعبين عندهم اطماع اكثر وعندهم اهداف اكبر من انه تكون غير البقاء فقط. شوف اولا انا عمري ما نحط شكايه بالجمهور، ولكن غنحط شكايه بواحد الجهه بغا يعتدي عليا، لانه الجمهور من حقه يحتج، الجمهور من حقه انه يبغي الفريق ديالو يكون مزيان ويكون احسن ويحتج علينا، ويمكن حتى في بعض المباريات الجمهور غادي يسب وغنتقبلوا هذا الشيء لانه تنعرفوا جمهور، ولكن ملي غادي تجي عندي شخصيا انا وتسبني انا في وجهي علاش كتقلب؟ لا هذا ما تعتبروش جمهور. لا الجمهور هو اللي تيجي هذا تعتبر اعتداء، بطبيعة الحال تعتبر اعتداء، كان ممكن انا نعتدي عليه ونولي دراري صغار بجوج، ولكن حضرت عقلي وكانوا معايا الناس ديال الطاقم والناس ديال الاداره يهدئوني، ومن بعد مشيت درت شكايه باش تاخذ المجرى ديالي، لانه تعتبر شكايه ضد الجمهور. اتونسيون باش ما يغلطوش الراي العام يقول لهم راه مشى دعا الجمهور، بالعكس الجمهور راه يجي شجعنا، الا كنا مزيانين كنا خايبين غادي ينتقدنا، كنا ماشي في المستوى غادي يحتج بالطرق ديالو الحضاريه اللي ديما معروفه على جمهور اولمبيك خريبكا، لان عمرنا ما سمعنا جمهور اولمبيك خريبكا يحتج بطرق غير حضاريه على اللاعبين ولا على المدرب، ولكن سمعنا كاين تهجمات على بعض المدربين من اشخاص، دونك هادشي انا ما نقبلوش، هادشي ما سمحتش فيه، لهذا فمشيت حطيت الشكايه ديالي ماشي مره اخرى ضد الجمهور، لانه كاين اللي بغى يركب على هذه الموجه، انه راه المدرب دار شكايه بالجمهور، اجي شوف هذوك الهضره اللي قالوا، ما تشرفش جمهور اولمبيك خريبكا، ما نظنش انه جمهور اولمبيك خريبكا ملي غادي يشوف هذاك الاعتداء غادي يقبلوا غايقول وهذا تيمثلنا، ما تنظنش، لهذا فمشيت سلكت طرق قانونيه ما غاديش نتنازل على الدعوه ديالي، كاينه الشكايه ديالي حطيتها في السلطات الامنيه وغادي نتبع المسار حداء، وبغيت غير واحد الميساج بسيط، بركه من الاشاعات، لانه تتهدم ما تتبنيش، لانه باش واحد يخرج ويقول راه المدرب ما باتش في الاوطيل مع الفريق ديالو اللي في المباراه، راه جيت الكلام هذا تنقول ليه انت كذاب، ولو كانت عندك الجراه وكنتي مسؤول على داك الشيء اللي كتكتب اتصل بيا، اجي عندي سولني، اتصل بالناس المكتب، اتصل بالناس المرافقين، ومني غادي يقولوا لك فعلا هادشي كاين من حقك دير داكشي، ولكن باش
تبغي تأجل الجمهور وتبغي تشحن الجمهور سلبيا، باش لانه انا تنعتبر حتى هذاك السلوك اللي دار من الاسباب اللي خلات انا وهاد السيد يجي باغي يتهجم. انا درتي لي واحد السؤال دابا، واش نعتبروا بحال مثلا هاد الاخبار الزائفه بحال ديال لوطيل وراه دارت في الفيسبوك وربما خرجت في بعض المواقع وكذا، واش النتاج ديالها هو انك ما متواصلش مع جهه الصحافه وكذا؟ يعني بشي انا بتنقول هاتفيا، حيت الهاتف ديالك مسدود. الهاتف ديالي انا ديما مسدود، ولكن انا ديما في الملعب. ديما في الملعب. دابا جيتي عندي رديتك؟ لا. جيتي عندي رحبت بك؟ لا مرحبا. ومرحبا وانا معك تتسالي على خاطر. مرحبا. دونك ما يمكنش انا غادي نبقى نجاوب في التليفون، وما يمكنش ينتيق في اي واحد في التليفون، انت شتي شنو تيوقع مؤخرا. تمام. دونك اجي عندي ومرحبا ديك الساعه الا رديتك قولي راك ما تتواصلش. انا ديما في التينا، انا ديما في خريطة. انا الوقت اللي بغيتوني غادي تلقاوني، ولكن باش تبدا تخرج اخبار بحال هكا حشومه، اشنو الهدف منها دابا؟ اشنو الهدف انك غادي تقول للناس راه المدرب ما باتش في لوطيل؟ ايوا هي اشاعات مدمره. انت كذاب، انت تكذب على الناس. لا. حشومه. لا. سول انا ذاك النهار. اذا باش نكونوا اكثر. في الماتش كنت مع الرئيس. لا. في الفندق. لا. وحضر معنا الرئيس في العشاء، ومن بعد مشى ودرنا لا رينيو تكنيك ديالنا ودرنا لا سيونس فيديو ديالنا وطلعنا للغرف ديالنا وارتاحينا. امور واضحه، اللي بغى يركب على هذا الشيء راكم اتونسيون، راكم تتهيجوا راي عام. راه هاد السلوكات تتخلي انه الجمهور ديال اولمبيك خريبي يبدا يبان خيب، لانه كيف قلت لك اللي خلى هاد الشخص ولا هاد الاشخاص انهم يجيو للملعب مثل هاد الاخبار، لانه كان تيقول لي راك مخلي الفريق وغادي بايت في داركم، راك مخلي الفرقه وغادي حشومه حشومه الوصول لهذا المستوى هذا. نتمنى الناس تكبر، نتمنى الناس تعرف المسؤوليه اللي عليها، راك توجيه راي عام، راه الناس تثق فيك. باش الناس تثق فيك اعطي الناس الاخبار الصحيحه، وانا كيف قلت لك الباب ديالي مفتوح، اي واحد انتقدني ما انتقدنيش، اي واحد مرحبا به يجي ونعطيه الخبر اللي بغى ونتواصل معاه كيف ما بغانا، لانه ساندنا في برشيد وساندنا في مباريات اخرى. نتمنى احنا نكونوا قد المسؤوليه ونفرحوه ان شاء الله في هذه المباراه. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.